مرحبا بكم مشاهدينا إلى نشرة الأخبار من القناة الوطنية الأولى، والبداية بالعناوين. تونس تحتفل بيوم أفريقيا وتؤكد حرصها على وضع العمل الإفريقي المشترك والتكامل الاقتصادي والاندماج الإقليمي في صدارة اهتماماتها. واقع التبرع بالأعضاء في تونس، قائمة انتظار تطول وتعمق معاناة المرضى في انتظار مزيد من التوعية بأهمية العملية وقيمتها في المجتمع. المنتخب الوطني لكرة القدم لأقل من 20 عاماً يواجه منتخب العراق لتدارك الهزيمة في الجولة الأولى من منافسات كأس العالم بالأرجنتين. إذن مع سائر البلدان الإفريقية تحيي تونس اليوم الذكرى 60 لانبعاث الاتحاد الإفريقي، وقد أصدرت تونس بياناً بالمناسبة عبرت فيه عن حرصها على وضع العمل الإفريقي المشترك والتكامل الاقتصادي والاندماج الإقليمي في صدارة اهتمامات وأولويات سياستها الخارجية. تحت شعار إفريقيا مستقبلنا تحتفل تونس بيوم إفريقيا تخليدا لذكرى تأسيس منظمة الوحدة الإفريقية للاتحاد الإفريقي قبل 60 سنة. وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عبرت بهذه المناسبة عن موقف تونس كأحد المؤسسين التاريخيين للاتحاد عن تمسكها بالعمل من أجل مستقبل أفضل للقارة الإفريقية عبر رفع مستوى التعاون وتطوير العلاقة الدبلوماسية والاقتصادية على قاعدة المصلحة المشتركة في ظل ما يعيشه العالم اليوم من استقطاب وتغيرات جيوسياسية. هي تونس في قلب إفريقيا، هي تونس كما قلت في الكلمة بتاعي إفريقية بار فوكاسيون، مش على خاطرها تنتمي للقارة فقط، بالتاريخ متاع تونس هي إفريقية بامتياز. واليوم فرصة معناتها ثمينة باش تلمينا مع السفراء الأفارقة اللي في تونس وعدينا الرسالة هذه تاع تضامن قبل كل شيء، وما نخليه حد يندس بين الإخوة والأخوات الأفارقة لخدمة أجندات غير أجندة مصالح الأفارقة بين بعضهم. من جهتها أكدت عميدة الدبلوماسيين الأفارقة سفيرة غينيا الاستوائية بتونس، أكدت ضرورة المضي قدما في رسم مستقبل مشترك لدول القارة على خطى المؤسسين. على خطى المؤسسين نتعهد بمواصلة العمل على تنمية القارة في مناخ من التضامن والتآخي وعبر دعم علاقات التعاون والصداقة بين الشعوب الإفريقية من أجل مستقبل إفريقيا الذي نريد. الاحتفال شهد عرض عدة شهادات وتكريمات، سواء لشباب مثلوا من تميزوا من الطلبة الأفارقة في تونس أو لعدد من ممثلي بعثات السلام الإفريقية، تكريمات أبرزت عمق العلاقات التونسية الإفريقية على كافة الأصعدة البشرية والدبلوماسية والاقتصادية والإنسانية. تخليدا لذكرى تأسيس منظمة الوحدة الإفريقية أو الاتحاد الإفريقي، تحيي البلدان والمنظمات والهيئات الإفريقية يوم إفريقيا الذي يصادف هذه السنة الذكرى 60 لانبعاث هذه المنظمة. تمر اليوم 60 سنة على ذكرى تأسيس منظمة الوحدة الإفريقية التي تم إنشاؤها من قبل 30 رئيس دولة إفريقية، والتي تحولت في 26 من ماي 2002 إلى الاتحاد الإفريقي المتألف حاليا من 55 دولة إفريقية، وتعتبر مدينة أديس أبابا العاصمة الإدارية والمقر الرئيسي للاتحاد الذي يتناوب على رئاسته كل الدول الإفريقية لمدة عام بعد تصويت الدول الأعضاء. وجاءت منظمة الوحدة الإفريقية تجسيدا لرؤية عموم إفريقيا لقارة متحدة وحرة تتحكم في مصيرها، وقد تم تكريس ذلك من خلال جملة الأهداف المرسومة والمضمنة في ميثاق المنظمة الذي أقر فيه الآباء المؤسسون بأن الحرية والمساواة والعدالة والكرامة نقاط أساسية لتحقيق التطلعات المشروعة للشعوب الإفريقية. واليوم تحيي القارة يوم إفريقيا وسط تحديات مغايرة فرضت التغيرات الجيوسياسية التي يعيشها العالم وما تعانيه القارة من أزمات متعددة ومتلاحقة في ظل جهود التعافي من تداعيات جائحة كورونا وتأثير الحرب في أوكرانيا وأزمات الغذاء والطاقة والمناخ وارتفاع التضخم والديون، تحديات تفرض على الدول الإفريقية مزيدا من التعاون والالتزام بشكل جماعي بمبادئ الوحدة والتضامن لتحقيق الأولويات الإفريقية.
إلى الشأن الصحي، والمهرجان الدولي للفيلم التثقيفي في مجال الصحة يعقد قريبا في دورة رابعة ليطرح مواضيع تتعلق بالتبرع بالأعضاء وبالسرطان وبالصحة النفسية وبالصحة الإنجابية والجنسية وبالنوع الاجتماعي. وتمهيدا لهذا الحدث السينمائي الذي ستحتضنه مدينة الثقافة في سبتمبر المقبل، تم تنظيم حلقة نقاش للتوعية بأهمية التبرع بالأعضاء في ظل تضاعف قائمات الانتظار وتعمق معاناة المرضى. عندي توا 3 سنين، قالوا لي انت قلبك تعب وما ماش النجم، اللهم باش نقول لك زراعه. كنتش نتصور نهار باش يجي وتصير لي الحاجه هذو باش نلقى قلب. تمشي عملت العمليه وعمليتي نجحت والحمد لله، توا عندي 6 شهور من عملت العمليه. بهذه الكلمات تستحضر معاناتها مع المرض بعد أعوام من الحيرة والألم الذي تحول إلى أمل رافقها بعد نجاح العملية التي أجرتها. فهي واحدة من بين مرضى قصور القلب أجرت عملية كللت بالنجاح، هي وجدت متبرعا، لكن الآلاف ما زالوا على قائمة الانتظار. أنا 30 سنة وأنا نستنى، صحيح صار لابيل متاعي مرتين لكن ما حالفنيش الحظ أني خذيت كلية، بهذا ما يمنعش أني نكمل في حياتي كما أنا. الأهمية التبرع بالأعضاء هي أهمية كبرى بالنسبة لكل مواطن، خاطر كل مواطن معرض أنه نهار من نهارات يمرض ونهار من نهارات يسحق التبرع هذايا. قد ما نعملوا حملات تحسيسية وقد ما نعملوا زراعة أعضاء في تونس، راهو باقي لي بيزوان مش قد الناس اللي تستحق. مالغري سا قاعدين نتطور ونتقدموا الحمد لله. في سنة 2022 عندنا 19 عائلة عطاو الموافقة باش ناخذوا الأعضاء من عند إنسان متوفي يقرب لهم في حالة موت دماغية. أمكنونا باش نعملوا 52 زراعة عضو، 52 هذوما متقسمين، 12 زراعة قلب، 33 زراعة كلى، و7 زراعة كبد. ربي سبحانه وتعالى يقول من أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. مهم جدا أنه تم عملية الوعي، لأنه دينيا وطبيا فما حتى مانع باش يمنع أي شخص أنه يتبرع بالأعضاء سواء حي وإلا بعد الوفاة. الأعضاء الحية اللي سمح بها الإسلام أنه تتبرع بها الإنسان اللي ما ينجرش عنها وفاة ولا ينجر عنها مرض. شهادات للتوعية بأهمية التبرع بالأعضاء قدمت خلال حلقة نقاش حضرها سينمائيون وأطباء تمهيدا للمهرجان الدولي للفيلم التثقيفي للصحة. اللقاء اليوم هما يندرج في تقريب الصلة ما بين أهل السينما وأهل الصحة، على خاطر المهرجان الغاية متاعه هو الإنتاج متاع أفلام ومضات تحسيسية للصحة، وبالتالي الشركاء متاعنا نحاولوا أن نربطوا الصلة بيناتهم باش نقويوا الإنتاج بالغاية الأساسية للتوعية الصحية. اللقاء ذا مهم برشا، خاصة كي نخموا باش نعملوا ومضة تحسيسية ولا فيلم، يعني نكونوا ملمين بالجوانب الكل. المهرجان الدولي للفيلم التثقيفي للصحة في دورته الرابعة يطرح 5 محاور، وهي التبرع بالأعضاء والسرطان والصحة النفسية والصحة الإنجابية والجنسية والنوع الاجتماعي، ينطلق من 28 وإلى غاية 30 من سبتمبر القادم بمدينة الثقافة. تربويا، وبعد الحديث عن انفراج الأزمة بين وزارة التربية والجامعة العامة للتعليم الثانوي والتي تم بموجبها حجب أعداد التلاميذ منذ انطلاق السنة الدراسية، يؤكد ممثل الجامعة العامة للتعليم الأساسي أن الأزمة ما زالت قائمة مع وزارة الإشراف مع التمسك بحجب الأعداد إلى حين الوصول إلى اتفاق بين الجانبين. قبل بضع أسابيع من انطلاق الامتحانات الوطنية انفراج في الأزمة بين وزارة التربية والجامعة العامة للتعليم الثانوي بعد أزمة بين الطرفين امتنع بموجبها الأساتذة منذ بداية السنة الدراسية عن تمكين الإدارة من أعداد الامتحانات، إلا أن الأزمة ما تزال متواصلة بين وزارة الإشراف والجامعة العامة للتعليم الأساسي. ففي الوقت الذي تؤكد فيه الوزارة حرصها على أن يكون بلوغ اتفاق في التعليم الأساسي هو الهدف التالي، أكد عضو الجامعة العامة للتعليم الأساسي توفيق الشابي أن الجامعة العامة لن ترفع قرار حجب الأعداد وستواصل نضالتها إلى حين التوصل إلى اتفاق جدي مع وزارة التربية. وأوضح الشابي في تصريح له أن الاتفاق الذي تم توقيعه
توقيعه بين كل من وزارة التربية والاتحاد العام التونسي للشغل والجامعة العامة للتعليم الثانوي وبإشراف وزارة الشؤون الاجتماعية لا يشمل الجامعة العامة للتعليم الأساسي. وشدد الشابي على أن النقابة ستواصل تنفيذ القرارات المنبثقة عن هيئتها الإدارية المنعقدة بتاريخ 9 من مايو الجاري والمتمثلة في المضي قدما في حجب أعداد التلاميذ عن الإدارة بالنسبة للثلاثي الأول والثاني والثالث، فضلا عن تنظيم وقفات احتجاجية بالجهات تتوج بيوم غضب وطني سيحدد تاريخه لاحقا. وكانت وزارة التربية وقعت عشية الثلاثاء اتفاقا مع الاتحاد العام التونسي للشغل يقضي برفع حجب أعداد الامتحانات وصرف مستحقات اتفاق 9 من فيفري 19/2000 والترفيع في المنحة البيداغوجية. وفي أبرز بنوده ينص الاتفاق على إسناد الترقيات المهنية وصرف متخلدات اتفاق 9 من فيفري 19/2000 فضلا عن تحيين منحة مستلزمات العودة المدرسية انطلاقا من سبتمبر 23/2000 بما يناسب 75% من الأجر الخام. تقرر تعيين العميد حسين الغربي مديرا عاما آمر الحرس الوطني خلفا العميد فاضل قزقز الذي تمت دعوته إلى مهام أخرى وفق ما ورد في بلاغ مقتضب لوزارة الداخلية مساء أمس الأربعاء. قرر قاضي التحقيق الأول بالمحكمة الابتدائية بقفصة في ساعة متأخرة من الليلة الماضية إيقاف 5 أشخاص بالسجن المدني بقفصة بشبهة فساد مالي وإداري في ملف صفقة عمومية لاقتناء معدات وآليات ثقيلة لفائدة شركة فوسفات قفصة بقيمة تفوق 12 مليون دينار. وقال مساعد وكيل الجمهورية والناطق الرسمي باسم محاكم قفصة حليم عبيدة أن قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بقفصة قرر إيقاف 5 أشخاص من بينهم إطار حالي بشركة فوسفات قفصة وإطاران سابقان وممثلة شركة أجنبية وموظف تابع لوزارة المالية بشبهة فساد مالي وإداري من خلال تزوير بعض بنود عقد صفقة عمومية لاقتناء آليات ومعدات ثقيلة، وهي صفقة أبرمتها شركة فوسفات قفصة مع مجمع أجنبي لصنع وبيع الآليات الثقيلة سنة 2019. في أخبار العالم والبداية بالوضع في فلسطين حيث تتواصل انتهاكات المحتل الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة آخرها اقتحام مخيم عقبة جبر جنوب مدينة ريحة في ساعة مبكرة من صباح اليوم حيث أصيب 10 شبان فلسطينيين بالرصاص الحي. أصيب 10 شبان فلسطينيين بالرصاص الحي أحدهم وصفت حالته بالحرجة، واعتقل 12 شابا آخر خلال اقتحام قوة الاحتلال الإسرائيلي مخيم عقبة جبر جنوب مدينة أريحة في ساعة مبكرة من صباح اليوم. وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن قوات كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت المخيم من عدة جهات وانتشرت على أسطح المنازل في المخيم وداهمت أكثر من 30 منزلا، كما حاصرت منزل أحد الفلسطينيين وأطلقت عليه صواريخ. وتواصلا لسلسلة الانتهاكات والاقتحامات للمسجد الأقصى، اقتحم عشرات المستوطنين اليوم باحات المسجد تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، وانتشرت قوات الاحتلال الإسرائيلي في باحات الأقصى لتأمين اقتحامات المستوطنين الاستفزازية وجولاتهم، بينما منعت من هم دون 50 عاما من دخول الأقصى في خطوة استباقية لتأمين اقتحامات المستوطنين. وأمام هذه الانتهاكات المتواصلة للمحتل الإسرائيلي، طالبت فلسطين المجتمع الدولي والأمم المتحدة باتخاذ إجراءات عاجلة لوقف هذه الانتهاكات المستمرة ضد الشعب الفلسطيني وأرضه وممتلكاته، وذلك في 3 رسائل متطابقة بعثها رياض منصور المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر سويسرا ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة. وندد منصور بعملية الاقتحام التي قام بها وزير في حكومة الاحتلال الإسرائيلي للمسجد الأقصى والحرم الشريف والتي تعد انتهاكا للوضع التاريخي والقانوني القائم. في السودان مصادر محلية تؤكد وقوع اشتباكات متفرقة بين الجيش السوداني وقوات شبه عسكرية في أماكن مختلفة من العاصمة الخرطوم، وذلك بعد بدء سريان هدنة تم الاتفاق عليها مؤخرا بين الخصمين في البلاد.
في ثالث أيام الهدنة التي تم التوصل إليها بين طرفي النزاع في السودان، أكدت مصادر محلية اشتباكات متفرقة استمرت بين الجيش السوداني وقوات شبه عسكرية في أماكن مختلفة من العاصمة الخرطوم، مما أدى إلى اختراق الهدوء النسبي هناك وزاد من خطر انهيار هدنة بوساطة دولية لمدة أسبوع. وكانت السودان قد شهدت هدوءا نسبيا الأربعاء ثاني أيام الهدنة، ما أنعش أمل السودانيين في فتح ممرات إنسانية وطرق للفرار من العاصمة، خاصة وأن الهدنة التي وقع عليها الطرفان تتيح خروج المدنيين وإدخال مساعدات إنسانية إلى السودان. لكن سرعان ما تبدد الهدوء وتجددت الاشتباكات مساء الأربعاء في الخرطوم ومدن أخرى بين الجيش وقوات الدعم السريع، تبادلا على إثرها الطرفان الاتهامات بخرق الهدنة، وتم التوصل إلى وقف إطلاق النار الذي تراقبه المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة وكذلك الطرفان المتحاربان بعد معارك استمرت 5 أسابيع في الخرطوم واندلاع أعمال عنف في أجزاء أخرى من السودان بما في ذلك إقليم دارفور في غربي البلاد. وفي ظل عدم الالتزام بالهدنة، طلبت كل من الرياض وواشنطن طرفي النزاع بضرورة احترام اتفاق وقف إطلاق النار المؤقت، وأكد البلدان الراعيان لهذا الاتفاق على أهمية الهدنة، خاصة وأن الشعب السوداني بحاجة ماسة إلى مساعدة الأساسية، وهما سيكون ممكنا في حال الالتزام بوقف إطلاق النار فقط. قالت مصادر أوكرانية اليوم أنها صدت هجوما ضخما شنته روسيا على كييف بواسطة طائرات مسيرة. يأتي ذلك فيما اتهمت موسكو الاستخبارات الأوكرانية بالتخطيط لمهاجمة محطات نووية. توازيا مع ذلك، أعلن مؤسس مجموعة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة أن المجموعة بدأت في الانسحاب من مدينة بخموت الأوكرانية وستسلم مواقعها هناك إلى الجيش الروسي. في هجوم جديد تصنفه كييف ضمن سلسلة محاولات موسكو ترهيبها من خلال الهجمات التي تشنها ليلا، أعلن الجيش الأوكراني أن دفاعاته الجوية سدت هجوما جديدا وضخما شنته موسكو على العاصمة كييف بواسطة طائرات دون طيار، مضيفا أن هذا الهجوم 12 من نوعه على العاصمة خلال شهر. من جهتها، أوضحت القوات الجوية الأوكرانية أنها أسقطت 36 مسيرة إيرانية صنع من طراز شاهد. قالت أنها استهدفت على الأرجح منشآت حيوية للبنية التحتية وأخرى عسكرية في المناطق الغربية من البلاد. وقد أثنى الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي على عمل الدفاعات الجوية، متهما روسيا بمواصلة محاولاتها ترهيب كييف من خلال الهجمات التي تشنها ليلا على بلاده. ويأتي ذلك فيما اتهمت روسيا الاستخبارات الأوكرانية بالتخطيط لمهاجمة محطات نووية. وأعلن الأمن الفيدرالي الروسي أن مجموعة تابعة للاستخبارات الأوكرانية قد حاولت تفجير نحو 30 خط نقل كهربائي إلى محطتي لينينغراد وكالينين النوويتين مطلع مايو الجاري. قالت وسائل أعلام رسمية إيرانية أنه تم بنجاح اختبار صاروخ باليستي يبلغ مداه 2000 كيلومتر، وذلك بعد يومين من إثارة رئيس الأركان الإسرائيلي احتمال تحرك ضد طهران بسبب برنامجها النووي. تقول إيران التي تمتلك أحد أكبر برامج الصواريخ في الشرق الأوسط أن أسلحتها قادرة على الوصول إلى إسرائيل والقواعد الأمريكية في المنطقة، ورغم معارضة الولايات المتحدة والدول الأوروبية تتمسك طهران بمواصلة تطوير برنامجها الصاروخي الدفاعي حسب تأكيدات المسؤولين الإيرانيين. في أخبار الرياضة، يلاقي المنتخب التونسي لكرة القدم لأقل من 20 عاما المنتخب العراقي مساء اليوم انطلاقا من الساعة 10 في الجولة الثانية من نهائيات كأس العالم المقامة منافساتها في الأرجنتين. مستذكرين إنجاز منتخب الأكابر منذ 45 عاما في مونديال الأرجنتين، سيكون نصور قرطاج لأقل من 20 عاما أمام ضرورة تحقيق الانتصار على المنتخب العراقي في درب عربي سيجمعهما مساء اليوم بملعب سويداد بمدينة لابلاتا الأرجنتينية ضمن مجموعة كأس العالم الخامسة. نجم نقولوا مع المفتاح متاع ترشح كل شيء، تعرف لازم ماتش تريز امبورطون، اكيد خدمنا خدمه
شو نقول معناتها نهارين باش تخدموا خدمه كبيره سيفري ما نجموش نخدموا خدمه كبيره ما حضرنا كوميلفو حضرنا معناتها اللاعبيه شفنا ليكيب ادفيرس تفرجنا فيه شفنا كيفاش يلعب كل شيء حضرنا ليكيب نتاعنا ماتش مسيري كل شيء بيدينا ان شاء الله نهبطوا حاضرين الاولاد الكل عملنا اللي علينا الماتش اللي فات ما وفقناش ربي ان شاء الله نكونوا حاضرين ورجال ان شاء الله نفرحوا عائلاتنا ونفرحوا تونس الكل وان شاء الله نربحوا وعلاش ما نكونوش في ديسيام تور ان شاء الله. المنتخب الوطني لكرة القدم لأقل من 20 عاما والمنهزم في مباراة الجولة الأولى ضد المنتخب الإنجليزي أنهى مساء أمس التحضير لمواجهة المنتخب العراقي متطلعا إلى تحقيق الفوز مستندا على إصرار لاعبيه ورغبتهم في التأهل للدور الثاني. عملنا آخر حصة تدريبية نتاعنا إن شاء الله جوري الكل أون بلان فورم باش نعطيو معنا إن شاء الله باش نعملو بريستاسيون باهية تشرف وتليق بينا وتليق بالجمهور التونسي وإن شاء الله باش نعطيو لو ماكسيموم وباش نشرفو التونس إن شاء الله. مباراة المنتخب التونسي لأقل من 20 عاما ونظيره العراقي ستقام مساء اليوم انطلاقا من الساعة 10 بإدارة الحكم الكولومبي ألكسندر روسبينا لندن. وضمن بطولة العالم لتنس الطاولة المقامة بدوربان الجنوب أفريقية تأهل سلوفيني داركو يورجيتش المصنف 13 عالميا للدور 16 إثر تغلبه على الفرنسي أليكسيس ليبيرون بأربع مجموعات دون مقابل. وسيلاقي داركو يورجيتش في الدور 16 من بطولة العالم لتنس الطاولة الصيني يانغ جينكون المصنف 6. بهذا إذا نصل مشاهدينا إلى ختام النشرة ونذكركم بأبرز عناوينها. تونس تحتفل بيوم أفريقيا وتؤكد حرصها على وضع العمل الأفريقي المشترك والتكامل الاقتصادي والاندماج الإقليمي في صدارة اهتماماتها. واقع التبرع بالأعضاء في تونس قائمة انتظار تطول وتعمق معاناة المرضى في انتظار مزيد من التوعية بأهمية العملية وبقيمتها في المجتمع. المنتخب الوطني لكرة القدم لأقل من 20 عاما يواجه منتخب العراق لتدارك الهزيمة في الجولة الأولى من منافسات كأس العالم بالأرجنتين. في الختام إليكم مني أجمل تحية وإلى اللقاء.